الفضاء مكان غامض وجذاب حقاً، ولكنه في الوقت نفسه مليء ببعض التهديدات والمخاطر العظيمة، وتشكل درجات الحرارة الهائلة والإشعاعات القاتلة والبيئة القاسية تهديداً لأي كائن حي قد يجرؤ على مغادرة كوكبه الأصلي. ولكن حتى على هذه الخلفية غير المرغوبة، لا تزال هناك أماكن فريدة خطيرة ومخيفة تبرز بشكل خاص، فلنتحقق من أكثرها رعباً. تحدثنا سابقاً في أحد مقاطع الفيديو لدينا عن بعض العوالم المرعبة والخطيرة القاتلة التي تم اكتشافها في مساحات شاسعة من الفضاء، حيث تميز بعضها بالحرارة العالية جداً، ووقع البعض الآخر بالقرب من مصادر إشعاع قوية لا تصدق. ومع هذا تتميز أخرى ببعض الميزات الغريبة على أسطحها، ورغم ذلك لم نستنفذ قائمتنا لأكثر الكواكب رعباً. والآن حان الوقت لرؤية المزيد من الكواكب. K2-141b، تقع المحطة الأولى على بعد 202 سنة ضوئية من الأرض، الوجهة K2-141، هو قزم برتقالي تبلغ كتلته حوالي 7 بالعشرة من كتلة الشمس، ويبلغ نصف قطره 68% بالنسبة لنجمنا المضيف. ومع هذه الأبعاد تصل درجة حرارة النجم بشكل مثالي ومتناسب ل4600 كلفن، وهي أقل بحوالي 20% من حرارة الشمس. أما الآن هيا إلى الكوكب المطلوب الذي يبعد 7 بالألف وحدة فلكية فقط عن نجمه. يقع هناك عالم غريب حقاً يسمى K2-141b. يتموضع هذا الكوكب الصخري خارج المجموعة الشمسية، ويبلغ حجمه 5 أضعاف كتلة الأرض، ويعتبر نصف قطره أكبر من الأرض ب1.5 مرة. كل ذلك يجعلنا نفترض أن الجاذبية على سطح الكوكب أقوى بمرتين على الأقل من الجاذبية الموجودة على كوكبنا. وفي الوقت نفسه يمثل اللب المعدني الثقيل ما بين 20 إلى 50% من الكتلة الإجمالية للكوكب. يستغرق الجسم السماوي حوالي 6.5 ساعات لإكمال مدار كامل حول نجمه الأم، وكونه قريب للغاية فهو مقفل مدياً له، أي أنه يقابل النجم الأم بوجه واحد في جميع الأوقات. تظهر الملاحظات أن درجة الحرارة على الجانب النهاري للكوكب تصل إلى 3207 كلفن، أو 3000 درجة مئوية، وهذا يكفي ليس فقط لإذابة معظم المسارات والمعادن، ولكن أيضاً لتبخيرها عملياً. يعتقد أن الجانب النهاري من الكوكب مغطاً بمحيط من الحمم البركانية التي لا تتوقف أبداً عن الغليان، وأن الغلاف الجوي الفريد من نوعه مكون من أبخرة المعادن الثقيلة والسيليكات. وعلى النقيض من ذلك، فإن الجانب الليلي للكوكب متجمد بشكل لا يصدق وفقاً للتقديرات، حيث تبلغ درجة حرارة معظم مساحته أقل بعشرات المرات من تلك الموجودة على الجانب النهاري. وإجمالاً من المفترض أن تكون قيمه الحرارية تحت الصفر. تظهر النمذجة الرياضية أن هذا التباين الحاد في درجات الحرارة يؤدي إلى رياح قوية بشكل استثنائي تصل سرعتها إلى 1.75 كم/ثانية، أي ما يقرب من 5 أضعاف سرعة الصوت، مما يعني أن سطح K2-141b يهتز باستمرار بواسطة هدير يصم الآذان بشكل كبير. ومن المفترض أنه عند الوصول إلى الجانب الليلي تتكثف تيارات الغلاف الجوي وتندفع إلى سطحه على شكل أمطار نارية، مما يشكل أنهاراً من الحمم البركانية. وأخيراً يشق المعدن المنصهر طريقه مرة أخرى إلى محيط الصهارة، ليتبخر مرة أخرى لاحقاً مكملاً هذه الدورة النارية المذهلة. وعلى أي حال، لا تؤثر هذه الدورة الجهنمية على جزء صغير نسبياً من الجانب الليلي للكوكب. الفكرة هي أن كتل العناصر المتبخرة من الجانب النهاري لا تصل ببساطة إلى الجزء الرئيسي من الجانب الليلي،
وتترسب في مكان ما على الجانب الليلي. ولهذا السبب من المحتمل أن يكون الجزء المركزي من الجانب الليلي عبارة عن صحراء متجمدة محاطة بطبقات من الصخور الصلبة. كيلت 9B يعتبر K2 141B بعيداً كل البعد بشكل ملحوظ عن كونه الكوكب الأكثر سخونة كما عهدناه سابقاً. على سبيل المثال، يوجد جرم يسمى كيلت 9B يقع على بعد 670 سنة ضوئية من الأرض، وتصل درجة حرارة سطحه إلى 4600 كيلفن، وهو ما يعادل 4330 درجة مئوية تقريباً. وللمقارنة، تعتبر الطبقات الخارجية لجميع الأقزام الحمراء تقريباً أكثر برودة، مما يعني أنه من حيث درجة الحرارة فإن هذا الكوكب الخارجي يعتبر نسخة عن النجوم ونجمه الأم المسمى كيلت 9B ذو لون أزرق مائل للبياض، وله كتلة تعادل 2.6 مرة من كتلة الشمس. أما قطره فيبلغ 2.3 مرة بالنسبة لقطر الشمس، كما أن درجة حرارة سطح كيلت 9B مرتفعة إلى حد ما بحوالي 10170 كيلفن، أو درجة حرارة مذهلة تبلغ 9900 درجة مئوية. وهذا يرجع إلى حد كبير إلى الظروف القاسية لكيلت 9B الذي يقع على مسافة قريبة جداً، يبعد فقط بمقدار 35 بالألف وحدة فلكية عن نجمه الأم، ويكمل الكوكب مداراً كاملاً حول مركز نظامه كل يوم ونصف تقريباً. يعتبر كيلت 9B عملاقاً غازياً ملتهباً مقارنة بكوكب المشتري، وتعتبر كتلته أكبر ب 2.8 مرة من كتلة كوكب المشتري، ويبلغ نصف قطره ضعف أكبر كوكب في نظامنا تقريباً. استناداً إلى مفاهيم اليوم حول تكوين هذا النوع من الكواكب، من المفترض أن يكون الجزء الداخلي للغلاف الجوي لكيلت 9B أكثر حرارة. تسمح التقديرات بالنسبة لهذه القيمة بالوصول إلى حدود 11000 كيلفن بسبب تأين المعادن الثقيلة. يبدو مع هذا الرقم الكبير للغاية يجب أن يحتوي الغلاف الجوي للكوكب على الحديد المتبخر والتيتانيوم إلى جانب العناصر الداخلة في تكوين الغلاف الجوي مثل الهيدروجين أو الهيليوم. يسبب قربه من النجم الأم ودرجة الحرارة المرتفعة للغاية إلى فقدان الكوكب لغلافه الجوي تدريجياً عن طريق الرياح النجمية القوية التي تهب عليه من الفضاء، وهذا هو سبب تغطية الجسم بسحابة من الغاز المخلخل، وسيتم في النهاية جذب هذه المادة وامتصاصها من قبل النجم. من المثير للاهتمام ووفقاً لبعض التقديرات أن الكوكب الخارجي يفقد ما يصل إلى 68 كتلة أرضية كل مليار سنة، ومن الناحية النظرية قد يتم تجريد كيلت 9B من غلافه الجوي كاملاً ويحول نفسه إلى كوكب كاثوني، وهي مجموعة من الأجرام السماوية الافتراضية التي تتشكل نتيجة انفصال الغلاف الجوي المكون من الهيدروجين والهيليوم والطبقات الخارجية للعملاق الغازي، وتسمى هذه العملية بالهروب الهيدرودينامي. ويحتمل أن يكون هذا الانفصال الجوي قد جاء نتيجة لقرب العملاق الغازي من نجم. على أي حال، من المرجح أن يصل نجمه الأم إلى المرحلة النهائية من دورة حياته قبل وقت طويل من ابتلاع وتدمير جميع الأجرام السماوية الموجودة في متناوله. V391 بيغاسي بي. الأجرام الفضائية التي نظرنا إليها للتو هي دليل حي على إدراك حقيقة أنه يمكن للنجوم أن تدمر الكواكب القريبة منها وليس فقط تسخينها. ولكن بالمناسبة، هناك أجرام سماوية في الكون شهدت غضب نجومها الأم بالكامل. تقع إحدى هذه الأجسام على بعد 4500 سنة ضوئية من الأرض في ضواحي نجم صغير يسمى V391 بيغاسي. يعتبر النجم الآن قزماً أبيض تعادل كتلته نصف كتلة الشمس فحسب، بل وجد نفسه عملياً
داخل النجم تقريباً لبعض الوقت. وقد افترض العلماء أنه عندما تحول نظام النجم V301 لهمها النجم المحتضر ظلت كاملة لفترة من الوقت ولم يتم تدميرها على الفور. ومن البديهي القول أنها كانت ستفقد سرعتها وانغمست في طبقات النجم الأكثر سخونة وكثافة. لا يزال V391 بيجاسي يتخلص من طبقاته الخارجية بشكل أسرع من ذوبان V391 بيجاسي بي وتوقف عن الوجود كجرم كامل. يظهر حالياً الكوكب الخارجي على أنه عملاق غازي تعادل كتلته 3 أضعاف كتلة كوكب المشتري، ويمر مداره على بعد 1.7 وحدة فلكية من نجمه الأم، ويستغرق الكوكب حوالي 1170 يوماً أرضياً لإكمال مدار كامل حول مركز نظامه. ولا يزال من غير الواضح تماماً كيف تمكن هذا الجرم الفلكي من الحفاظ على مثل هذه الكتلة الكبيرة بعد اصطدامه بطبقات النجم الحارقة، وكان من المفترض أن يكون تأثيرها قد دمر الغلاف الجوي للجسم بالكامل. على أي حال، ليس هناك شك في أن انهيار النجم المضيف أحدث بعض التغييرات الدراماتيكية من ناحية مدار الكوكب الخارجي ومعاييره، وهذا هو السبب في أنه من الصعب بالنسبة لنا أن نكتشف كيف كان شكل V390 بيجاسي بي قبل الانغماس في بحر من البلازما الهائجة. PSR J1719-1438 بي تخفي مساحات الفضاء الشاسعة عدداً لا يحصى من الأجسام الفلكية ذات الخصائص المعدومة، حيث تبلغ كتلة الجسم حوالي 330 كتلة أرضية، بينما يبلغ نصف قطره 4 أضعاف كوكبنا، مما يجعل الجاذبية على سطحه أقوى ب20 مرة من الجاذبية على الأرض. وتظهر التقديرات أن متوسط كثافة الكوكب يبلغ حوالي 23 جراماً لكل سنتيمتر مكعب، وهو أكثر من معظم المركبات الكيميائية التي نعرفها. ويعتقد أن الجزء الأكبر من الكوكب يتكون من الكربون حيث من المفترض واقعياً أن الكوكب الخارجي قد تشكل بعد وصول النجم الأم إلى نهاية دورة حياته، محولاً نفسه إلى نجم نابض، ويمكن أن يكون النجم النابض قطعة من الحطام متبقية من قزم أبيض تناثرت معظم مادته في الفضاء، مما يجعل تصنيف الكوكب الخارجي مهمة صعبة بشكل خاص. ومهما كان، سيظل هذا العالم الكامن في أعماق الكون واحداً من أخطر وأشد العوالم عدوانية. الخاتمة: كلما تعلمنا أكثر عن الفضاء كلما حمدنا الله على كوكب الأرض الذي حبانا الله به، وربما يكون هنالك المزيد من العوالم الجديدة التي يمكن اكتشافها في مكان قريب، وقد تكون قاسية جداً لدى في شيء جديد حول أسرار لا تعد ولا تحصى في الكون. شكراً على المشاهدة، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب وزر المشاركة. هذا الفيديو برعاية شركة الإيثار للاستثمار والتسويق العقاري في تركيا.